لم يحمل هذا النهر اسم دنيبرو في الماضي. القدماء سموه باريسفن، ومع مرور الوقت لم يتغير اسم النهر فقط، بل تغير مجراه الغزير أيضاً، وصارت ضفافه في منطقة كييف مختلفة. تشغل حديقة هيدر بارك اليوم نحو 365 هكتاراً من أراضي كييف، وتقع على جزيرتين هما فينيسيا ودلبوتسكي. تغسل ضفافها مياه دنيبرو وخليج روسانوفسكي. يربط بين الجزيرتين جسر البندقية البالغ طوله 144 متراً المشيد في عام 1966، ويمر بالطبع عبر الحديقة خط مترو كييف سبيتوشينسكي براورسكي. تقع محطة المترو في جزيرة فينيسيا في الجزء الشمالي من منتزه هيدر بارك الثقافي الترفيهي الذي استمد اسمه منها. أطلقت المحطة في 6 نوفمبر عام 1965 في وقت واحد مع جسر المترو. وفقاً لتصميمها هي محطة سطحية مع منصة مفتوحة يعلوها صف من الأعمدة يحمل مظلات المحطة. غلطت الأعمدة نفسها ببلاط سيراميك، وحافظت رؤوس الأعمدة حتى اليوم على بلاطاتها الخزفية التقليدية والتي صنعتها ورشة الفنون في العاصمة. كما بنيت في محطة هيدر بارك منصة جانبية إضافية لإنزال الركاب في فصل الصيف، واستخدمت 15 عاماً حتى افتتاح الردهة الثانية للمحطة في عام 1987. سابقاً كانت نقطة العبور في هذا المكان تحديداً، حيث كان بالإمكان دفع تعريفة النقل والصعود إلى المحطة. كان يوجد الإسفلت هنا مثلما كان حال جميع أرصفة محطات المترو في ذلك الوقت. بدل في وقت لاحق الغطاء بألواح الجرانيت، ليس لأنه أكثر دوان فقط، فقد توصلوا إلى استنتاج أن الإسفلت تمحيه الأرجل ويؤدي الغبار المجهري الذي يتشكل إثر هذه العملية إلى التجمع في الرئتين والإضرار بالصحة. المكان الذي يوجد فيه منتزه هيدر بارك فريد من نوعه، هو واحة حقيقية وجزيرة للحياة البرية وسط كيلومترات من المنشآت الحضرية. استقليت الحافلة الكهربائية ومن بعدها الحافلة العادية ومن ثم المترو، ووصلت إلى مقصدي لرؤية هذا الجمال. في الماضي كان المكان هادئا ورائقا ومفعما بالهدوء لأن المنطقة كانت محمية بالكامل، أما في وقتنا الحاضر فدقيقة السكون عند من هم في عمري أثمن بكثير من دقائق القلق. هكذا نحن جميعنا نستريح هنا، وكل واحد على طريقته، رغم أنهم هرموا وتهالكوا بعض الشيء إلا أنهم يبقون في جميع الأحوال نخبة المجتمع. فالمستوى الثقافي في هيدر بارك هو الأعلى في كييف. حتى في أكاديمية العلوم لن تجدوا مثل هذا العدد من المثقفين الموجودين هنا. قبل عام 1965 كان من الصعب الوصول إلى الجزيرة صيفا وشتاء، والسبب الرئيس عدم وجود وسائل نقل دائمة بين الضفاف. كلف معهد كييف هيبروترانس بتصميم المشروع بداية من تشييد جسر في هذا المكان. كان خط المترو قد افتتح عام 1960، وبعد تخرجي من المعهد عملت متطوعاً أيام السبت، حتى أنني مشيت سيراً من محطة القطارات على سكة الحديد حتى دنيبرو. خطط معهد كييف هيبروترانس لتشييد جسر مقوس، إلا أن المسؤولين الآخرين طالبوا ببناء هيكل حديث أكثر، وقمنا بتصميمه وشاركت أنا في التصميم. ثبتت في البداية أنصاف الأقواس هذه، ومن ثم صبت الروابط الخرسانية التي ربطتها ببعضها. شيد من بعدها جسر المترو، وكل هذا يقع في هيدر بارك. اختبرت هذه التقنية بشكل جيد، حيث كان هذا أضخم جسر موثوق في كييف. Yes, I love you.
خرم صهن احسا هنا الموسيقيون ومن ثم المغنون ومن بعدهم الراقصون والفنانون الشعبيون ومن خلفهم ترى الجميع. يعود هذا الجزء من هيتر بارك إليهم حصراً. يجتمع هنا في عطلة نهاية الأسبوع من زاد عمره عن 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو حتى الأكبر منهم. يأتون من الضفة اليمنى واليسرى. يجتمع أهالي كيب هنا في فصل الدفء، هنا حيث ارتبطت فترة شبابهم بهيدرا بارك. هذا صحي ومفرح. آتي إلى هنا عندما أشعر بالتعب. أنا عاشقة حقاً. يأتي الناس إلى هنا على مدى سنين حيث توجد مساحة والناس يعرفون أنها لنا. يأتون إلى هنا من جميع الأحياء ليرقصون. هناك من يرقص في ثنائي، وهناك من يعثر على رفيقة هنا، وهناك من لا يفعل. نأتي بكل بساطة إلى هنا لنستمتع. لقد أصبح هذا تقليداً في الصيف، ومع قدوم البرد تنتقل اللقاءات لتجري تحت السقف، وهذا لا يحتاج إلى إعلان، فكل العارفين يعلمون أن الموقع الشتوي هو الممر الموجود تحت الأرض المؤدي إلى محطة تياترالنا، حيث يمكن هناك مشاهدة أبناء العاصمة المحبين للرقص والغناء في عطلة نهاية الأسبوع. يلقبون هيدرا بارك بالمحطة الموسمية التي تشهد تقلباً كبيراً في حركة الركاب، فإذا كانت في أيام الصيف الحارة تزدحم بالناس، ففي الشتاء من الممكن ألا ترى أحداً على الرصيف. كما يذكر أهالي كييف كيف كادت أن تغمر المياه محطة هيدرا بارك في السبعينيات من القرن الماضي بكل معنى الكلمة. لقب الشعب منذ قرن من الزمان هذا المكان بفينيسيا بسبب الفيضانات الدائمة. غسلت المياه يومها ليس الشواطئ فقط، بل وغمر جزءا كبيرا من اليابسة في الربيع مع ارتفاع منسوب المياه. لم يتوقف المترو يومها أبدا، واستمر في مهمته وتحقيق التواصل بين الضفتين رغم أن المياه ارتفعت حتى النقطة الحرجة تقريبا. سبق الفيضانات العارمة في تلك السنة شتاء قارس ومثلج، ومع ذلك كانت دائما لدى خطوط المترو السطحية خصائص تشغيلية مميزة. يحافظ هيدرا بارك كما كان الحال منذ نصف قرن على مكانته كواحد من أفضل أماكن التنزه والترفيه التي يحبها أبناء المدينة. مدينة الملاهي ومحطات القوارب والمقاهي والمطاعم ترضي جميع الأذواق. وفقاً للإحصائيات يمكن أن يستوعب هذا المكان أكثر من 75 ألف شخص معاً، ويقال أن هذا ليس الحد الأقصى. الجميع قصد هيدرا بارك في الأيام الخوالي، الحزبيون والنشطاء وكل من أحب اللهو أيضاً. مطعم مليد عد من أرقى الأماكن في المنتزه حينها، لكنه كالماضي السوفيتي لم يبقى منه إلا الأساس فقط. بماذا اشتهر؟ اشتهر أولاً بالشكل، من الناحية المعمارية صنع من الخشب. ندرت المنشآت الشبيهة به في تلك الأوقات، وكان جوه جميلاً جداً. لبس النوادل في تلك الأيام القمصان المطرزة، كما كان مطبخه راقيا. بفضل المترو لم يكن الوصول إلى هيدرا بارك صعبا، حيث كانت كل الضفة اليمنى والضفة اليسرى تأتي إلى هنا، وطبعاً اصطحبوا معهم جميع ضيوف المدينة. هنا وضعت أول عوامات على الطراز الغربي، وجلبت آلات الملاهي الأمريكية. صالة البلياردو مع الطاولات الاحترافية وصالة الرماية مع أفضل الجوائز، بالإضافة طبعاً إلى الشواطئ. كان بإمكانك اختيار ما تحب، ولم يكن هناك مكان شاغر.
من يدري، قد يشهد المنتزه الشعبي في وقت قريب عصراً ذهبياً آخراً، وسيستطيع المترو أن يأتي بكم دائماً إلى هنا ومن أي ضفة. الرجاء الانتباه، الأبواب توصد الآن. المحطة التالية هي